سأنجب طفلاً أسميه آدم، لأن الأسامي في زماننا تهمة، فلن أسميه محمد ولا عيسى، لن أسميه علياً ولا عمراً، ولن أسميه صداماً ولا حسيناً، ولا حتى زكريا أو إبراهيم، ولا حتى ديفيد ولا جورج. أخاف أن يكبر عنصرياً وأن يكون له من اسمه نصيب، فعند الأجانب يكون إرهابياً، وعند المتطرفين يكون بغياً، وعند الشيعة يكون سنياً، وعند السنة يكون علوياً أو شيعياً. أخاف أن يكون اسمه جواز سفره. أريده آدم، مسلماً مسيحياً. أريده أن لا يعرف من الدين إلا أنه لله، وأريده أيضاً أن يعرف أن الوطن للجميع. سأعلمه أن الدين ما وقر في قلبه وصدقه، وعمله وليس اسمه. سأعلمه أن العروبة وهم، وأن الإنسانية هي الأهم. سأعلمه أن الجوع كافر، والجهل كافر، والظلم كافر. سأعلمه أن الله في القلوب قبل المساجد والكنائس، وأن الله محبة وليس مخافة. سأعلمه ما نسي أهلنا أن يعلمونا. سأعلمه أن ما ينقصنا هو ما عندنا، وأن ما عندنا هو الذي ينقصنا. سأعلمه أني بدأت حديثي بأنني سأنجبه ذكرا، لأن الأنثى ما زالت تؤد، وأن الخلل باق في المجتمع العربي. الوحدة الحقيقية القائمة بين العرب هي وحدة الألم والدموع. حتى لو امتلك العرب كل أسلحة العالم، وسيطروا على كل ثرواته، وضمنوا كل أصواته وقراراته، فلن يعرفوا طعم النصر، وسيظل الوطن العربي يشعر بنخزة في خاصرته، وغصة في حلقه، وبالشلل في أطرافه، ما لم يرتفع صوت الوحدة من المحيط إلى الخليج فوق أي صوت آخر، ووحدة الجذور قبل وحدة الأغصان. وبدونه سيظل العرب سخرية العالم، كمن يلعب كرة القدم بيديه وكرة السلة بقدميه. لا يوجد عند العرب شيء متماسك منذ بدء الخليقة حتى الآن سوى القهر. ماذا يفعل هؤلاء العرب من المحيط إلى الخليج؟ لقد أعطونا الساعات وأخذوا الزمن، أعطونا الأحذية وأخذوا الطرقات، أعطونا البرلمانات وأخذوا الحرية، أعطونا العطر والخواتم وأخذوا الحب، أعطونا الأراجيح وأخذوا الأعياد، وأعطونا الحليب المجفف وأخذوا الطفولة، أعطونا السماد الكيماوي وأخذوا الربيع، أعطونا الحراس والأقفال وأخذوا الأمان، أعطونا الثوار وأخذوا الثورة. اتفقوا على توحيد الله وتقسيم الأوطان. الإنسان العربي سياسياً كان أو مفكراً أم صحفياً أم عاشقاً، لا يظهر على حقيقته إلا في الحمام. الخمر يلعب برأسي، وزوجتي تلعب بجيوبي، والبقال يلعب بحساباتي، وأكثر من زعيم سياسي يلعب بمصيري. السلطة تراقب الشعب، والشعب يراقب السلطة، وإسرائيل تراقب الجميع. لا يستقيم الحب إلا على ساقين، ساق الاهتمام وساق الاحترام، فإذا فقد أحدهما فهو حب أعرج. لا تكن متفوقا في عالم منحط، لأنك ستكون بقعة عسل في عالم من الذباب، ستفنى ويبقى الذباب. إنني ألمح آثار أقدام على قلبي. أنا مثل السجين الذي ظل 20 عاما يحفر نفقا في زنزانته، ثم اكتشف أن النفق الذي حفره يؤدي إلى زنزانة أخرى. في أعماقنا رعد وبرق وعواصف وأمطار لا تشير إليها الأرصاد الجوية أبداً. لا شيء يربطني بهذه الأرض سوى الحذاء. إن شعوباً جريحة برمتها يساوم عليها أمام قدحي خمر. سأمحو ركبتي بالممحى، سآكلهما حتى لا أشثو لعصر أو لتيار أو مرحلة.
صار فم الإنسان العربي مجرد قن لإيواء اللسان والأسنان لا أكثر. عمرها ما كانت مشكلتنا مع الله، مشكلتنا مع الذين يعتبرون نفسهم بعد الله. كل يوم أكتشف في وطني مجداً جديداً وعاراً جديداً، أخباراً ترفع الرأس وأخرى ترفع الضغط. كيف يعود الإنسان العربي إلى تراثه قبل 2000 عام وهو لا يستطيع العودة إلى حدود 67؟ لا شيء يتفجر حتى الآن من المحيط إلى الخليج سوى اسطوانات الغاز. لا تنحني لأحد مهما كان الأمر ضرورياً، فقد لا تواتيك الفرصة لتنهض مرة أخرى. لقد أصبح البشر كصناديق البريد المقفلة متجاورين، ولكن لا أحد يعرف ما في داخل الآخر. لم أستطع تدريب إنسان عربي واحد على صعود الباص من الخلف والنزول من الأمام، فكيف بتدريبه على الثورة؟ من كثرة الطرق التي أصبحت تؤدي إلى فلسطين، صارت القضية في حاجة إلى إدارة مرور. لماذا تفرض على هذا الشعب التعس النبيل من محيطه إلى خليجه؟ أقصى وأطول حمية في التاريخ، حمية عن الحرية، حمية عن الديمقراطية، حمية عن الحب، عن الفرح، عن التظاهر، عن السفر، عن العودة، كأنه مصاب بقرحة أبدية وعليه أن يعيش إلى ما شاء الله على الحريات المحمصة والبرلمانات المسلوقة. لماذا؟ كأن هناك من يريد تحنيط الأجيال العربية وربطها بسلاسل الماضي حتى تتفرغ إسرائيل للمستقبل. وهل يمكن لكل بنادق العالم أن ترغم عصفوراً على أن يغني إذا كان لا يريد ذلك؟ وهل تستطيع أعظم هيئة قضائية في التاريخ أن تقاضي أحقر ديك في أصغر قن في العالم لأنه لا يصيح عند شروق الشمس؟ طبعاً لا تستطيع، ولذلك اختلط الحابل بالنابل، الصباح بالمساء، الجبان بالشجاع، والضحك بالعواء. لا شيء غير القتل والنهب وسفك الدماء. لا أحد يفكر أن هناك طفولة يجب أن تنمو. طوال عمري وأنا خائف من الله، ثم اكتشفت أن الله هو ملاذي. كيف يسمح أي منا، نحن أبناء هذا الجيل، لنفسه بالنوم؟ والاستعمار مستيقظ في كل مكان. ثم نحن العرب، هل استيقظنا في الأصل حتى ننام؟ إنما نحتاجه ليس غرف نوم بل غرف استيقاظ. يبدو أن تحرير العقل العربي أصعب من تحرير فلسطين. لو كانت الحرية ثلجا لنمت في العراء. إن الموت ليس هو الخسارة الكبرى، الخسارة الأكبر هو ما يموت فينا ونحن أحياء. عندنا اقتصاد وطني، صناعات وطنية، تربية وطنية، أحزاب وطنية، مدارس وطنية، أناشيد وطنية، أقلام وطنية، دفاتر وطنية، مدافئ وطنية، بترول وطني، أحذية وطنية، شحاطات وطنية، وحمامات وطنية، مراحيض وطنية، ولكن ليس عندنا وطن. لكي تكون شاعرا عظيما يجب أن تكون صادقا، ولكي تكون صادقا يجب أن تكون حرا، ولكي تكون حرا يجب أن تعيش، ولكي تعيش يجب أن تخرس. الطغاة كما الأرقام القياسية، لا بد أن يأتي يوم وتتحطم. أمة بكاملها تحل الكلمات المتقاطعة وتتابع المباريات الرياضية أو تمثيلية السهرة، والبنادق الإسرائيلية مصوبة إلى جبينها وأرضها وكرامتها وبترولها. كيف أوقذها من سباتها؟
وأقنعها بأن أحلام إسرائيل أطول من حدودها بكثير، وأن ظهورها أمام الرأي العام العالمي بهذا المظهر الفاتيكاني المسالم لا يعني أن جنوب لبنان هو نهاية المطاف. أيها العرب، أستحلفكم بما تبقى في هذه الأمة من طفولة وحب وصداقة وأشجار وطيور وسحب وأنهار وفراشات. أستحلفكم بتحية أعلامها عند الصباح وإطراقة جبينها عند المساء. لقد جربتم الإرهاب سنينا وقرونا طويلة، وها أنتم ترون إلى أين أودى بشعوبكم. جربوا الحرية يوما واحدا لتروا كم هي شعوبكم كبيرة وكم هي إسرائيل صغيرة. تعلمت أن لكل إنسان عيب، وأن أخف العيوب ما لا يكون له أثر سيء على من حولنا. تعلمت أن البيئة التي نشأنا فيها كونت شخصياتنا، وأن أفكارنا وطموحنا هي التي تعيد صناعة شخصياتنا وتغير أيضا من شكل حياتنا. تعلمت أن الكثير منا كالأطفال، نكره الحق لأنه نتذوق مرارة دوائه ولا نفكر في حلاوة شفائه، ونحب الباطل لأننا نستلذ بطعمه ولا نبالي بسمه. كل طبخة سياسية في المنطقة أمريكا تعدها، وروسيا توقد تحتها، وأوروبا تبردها، وإسرائيل تأكلها، والعرب يغسلون الصحون. مشكلتي أنني أحترم كل شيء فيها حتى قمامتها، بدليل وأنا عائد في آخر الليل سقط علي كيس قمامة فلم أحتج ولم أنفضها حتى عن رأسي وثيابي، لأنني من طريقة سقوطها علي عرفت أنها زبالة مدعومة. يا إلهي، كل الأوطان تنام وتنام، وفي اللحظة الحاسمة تستيقظ، إلا الوطن العربي فيستيقظ ويستيقظ وفي اللحظة الحاسمة ينام. ماذا فعل المواطن العربي لحكامه خلال 30 سنة حتى يعامل هذه المعاملة؟ أعطاهم أولاده للحروب، وعجائزه للدعاء، ونسائه للزغاريد، وكسائه لليافطات، ولقمته للمآدب والمؤتمرات، وشرفاته وموطئ قدميه للمهرجانات والخطابات، وطلب منهم نوعا واحدا من الحرية، وهو النوع المتعارف عليه في أبسط الدول المتحضرة. يقول القاضي: كفاك تظلما وارتباكا ودموعا، وأقسم أن تقول الحق ولا شيء غير الحق. المتهم: أقسم. القاضي: ضع يدك على الكتاب المقدس وليس على دليل الهاتف. المتهم: أمرك سيدي. القاضي: هل كنت بتاريخ كذا ويوم كذا تنادي في الساحات العامة والشوارع المزدحمة بأن الوطن يساوي حذاء؟ المتهم: نعم. القاضي: وأمام طوابير العمال والفلاحين؟ المتهم: نعم. القاضي: وأمام تماثيل الأبطال وفي مقابر الشهداء؟ المتهم: نعم. القاضي: وأمام مراكز التطوع والمحاربين القدماء؟ المتهم: نعم. القاضي: وأمام أفواج السياح والمتنزهين؟ المتهم: نعم. القاضي: وأمام دور الصحف ووكالات الأنباء؟ المتهم: نعم. القاضي: الوطن، حلم الطفولة وذكريات الشيخوخة، وهاجس الشباب، ومقبرة الغزاة والطامعين، والمفتدى بكل غال ورخيص، لا يساوي بنظرك أكثر من حذاء؟ لماذا؟ لماذا؟ المتهم: لقد كنت حافيا يا سيدي. أنت خائفة؟ ممن؟ من العالم. أنا العالم. من الجوع. أنا السنابل. من الصحراء. أنا المطر. من الزمن. أنا الطفولة. من القدر. وأنا خائف أيضا. هذا زمن الاتفاق على كل شيء،
ولكنه ليس زماني، فأنا كالخيزران أنحني ولا أنكسر. سأدافع عن حقدي وغضبي ودموعي بالأسنان والمخالب، سأجوع عن كل فقير، وسأسجن عن كل ثائر، وأتوسل عن كل مظلوم، وأهرب إلى الجبال عن كل مطارد، وأنام في الشوارع عن كل غريب. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.